الثامنة مساء بتوقيت القدس الشريف، نشرة إخبارية نقدمها من استوديوهاتنا في الميادين ومن هافانا كوبا. وفي عناوينها: اقتحامات واسعة للمستوطنين للأقصى، والاحتلال يعتدي على المرابطين حوله، وإصابات مع بدء الشباب الثائر فعالياته شمال قطاع غزة المحاصر. ليبيا تواصل البحث عن الآلاف من ضحاياها ومفقوديها، ومنظمة الصحة تحذر من مخاطر المقابر الجماعية. السلطات الإيرانية تعلن ضبط شحنات أسلحة أمريكية وإحباط مخططات لإثارة الشغب والفوضى في بعض المناطق. مجموعة 77 والصين تؤكد في ختام قمة هافانا التزامها بزيادة الوحدة داخل المجموعة لتعزيز دورها على الساحة الدولية، وتدعو إلى إصلاح النظام المالي الدولي. مرحبا بكم. تتصاعد في رأس السنة العبرية اقتحامات المستوطنين للأقصى، والتي ستتواصل حتى عيد العرش بعد أسبوعين. هناء محمد. يصاعد المستوطنون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى المبارك هذا الشهر، نحو 400 بلغ عدد المقتحمين احتفالا برأس السنة العبرية. اقتحامات ستتواصل بكثافة خلال الأيام المقبلة حتى يوم الغفران الأسبوع المقبل، ومن ثم تتجدد في عيد العرش العبري بعده بأسبوع. منذ نحو 7 سنوات أخرج المرابطون عن القانون بقرار وبجهود ممنهجة من وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي آنذاك جلعاد إردان، ومنذ ذلك الوقت تتصاعد الهجمة على المصلين في الأقصى أثناء اقتحامات المستوطنين. أخرجونا حتى يفرغوا الطريق ويفرغوا ساحات الأقصى لأولئك المستوطنين، أولئك المعتدين، أولئك الغاصبين للمسجد الأقصى. يتلاعب الاحتلال بأعمار المصلين الذين يسمح بدخولهم إلى باحات الأقصى خلال أوقات اقتحام المستوطنين صباحاً، ومن ثم بعد صلاة الظهر يشدد قبضته على الشبان والرجال، وحتى النساء لا يستثنين من هذه الاعتداءات. تم إبعادي 6 أشهر عن البلدة القديمة مع ملاحظة أنني كنت مبعدة سنة كاملة، ومن شهرين فقط دخلت للمسجد الأقصى المبارك، لكن كما كل مرة يبعدوننا إبعاد تلو الآخر. الله ياخدكم يا ملعين على غزة لقهرتكم، بتضربوا النسوان يا ملعين. شو اللي صار معك؟ ضربوني زي ما انت شايفه، شطني من شعري زي ما انت شايفه. طلعي، الحمد لله رب العالمين، راح اضل ثابته بهذا الارض. لو راحت روحي في ده المسجد الاقصى. هذا ما تعرضت له هذه السيده من ضرب واهانه، كما قالت لا شيء يثنيها عن الثبات في القدس. حالها كحال جميع من تعتدي عليهم قوات الاحتلال التي تنغص عليها كلمة الله أكبر. هتافات تدق الناقوس حول خطر تقسيم الأقصى المبارك وتحويله إلى مكان عبادة لليهود. هناء محميد، القدس المحتلة، الميادين. دانت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية دعوات اقتحام الأقصى ومحاولات فرض الطقوس التلمودية العلنية في إطار ما يعرف بالتقسيم الزمني والمكاني، واستنكرت دعوة قائد شرطة الاحتلال في القدس إلى حمل السلاح، ما يعكس نية إشعال حرب دينية. كما دعت الفلسطينيين إلى شد الرحال نحو الأقصى والرباط فيه والدفاع عنه، وطالبت مؤسسات المجتمع الدولي كافة بالتدخل لوقف الاعتداءات على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته. كما أعلنت دعمها المطلق لأي خطوات أو قرارات يتخذها الأسرى للحفاظ على أبسط حقوقهم. حلول السنة العبرية الجديدة ترافق مع استطلاعات رأي أظهرت أن معظم الإسرائيليين متشائمون حيال واقع ومستقبل إسرائيل، الأمر الذي ترافق مع تنامي المخاوف الوجودية وغليان في الساحة الفلسطينية في ضوء تزايد اعتداءات المستوطنين. هاني فحص.
شبحات تشاؤم والخوف خيما على غالبية الجمهور الإسرائيلي مع حلول السنة العبرية الجديدة. تشاؤم وخوف عكستهما مروحة استطلاعات رأي هدفت إلى استكشاف المزاج الإسرائيلي العام بعد سنة شهدت باتفاق المراقبين تنامي ظاهرة الخلافات والانقسامات الداخلية بالتوازي مع تزايد العمليات الفلسطينية على كامل مساحة فلسطين المحتلة. تعتقد غالبية 76% من الإسرائيليين أن الوضع الإسرائيلي العام تغير نحو الأسوأ خلال السنة العبرية الماضية بالمقارنة مع سابقتها، وأن الوضع الاقتصادي لنحو نصف الجمهور الإسرائيلي قد ساء أيضا خلال السنة الماضية. هذه المعطيات السلبية إسرائيليا حول ما هو كائن التقت مع رؤى وتقديرات أسوأ لما سيكون في المستقبل. سألنا الجمهور هل أنتم متفائلون أم متشائمون حيال مستقبل دولتنا، وانتبهوا إلى المعطيات. 47% أي قرابة نصف الإسرائيليين متشائمون حيال مستقبل إسرائيل، في حين أن 31% قالوا إنهم متفائلون. وفيما يقترب كيان الاحتلال أكثر فأكثر من عامه 80، يحفل النقاش العام أكثر فأكثر بتعبيرات ومقاربات تستحضر المخاوف الوجودية. حفلت هذه السنة تقريبا بتحقق كل المخاوف، وإسرائيل في المحصلة دولة فتية قامت على منظومة هشة جدا جدا من التوازنات والمكابح، كله تقود أخيرا، وعلى نحو كبير جدا المواطنون يعيشون هنا في خوف دائم. وفيما أشار مسؤولون وخبراء إلى أن إسرائيل تمر في واحدة من أكثر فترات وجودها حساسية بسبب تضافر التحديات الداخلية مع ارتفاع وتيرة العمليات الفدائية واتساعها، حذر آخرون من أن فترة الأعياد اليهودية قد تحمل معها مزيدا من العمليات الفدائية الفلسطينية في ضوء تزايد اعتداءات المستوطنين على حقوق الفلسطينيين وعلى أرواحهم وممتلكاتهم ومقدساتهم. أعلنت وزارة الصحة في غزة عن إصابة 5 مواطنين إثر إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع شرقية بلدة خزاعة شرقية محافظة خان يونس جنوبية القطاع المحاصر. وأطلقت القوات المتمركزة شرقية جباليا القنابل الغازية تجاه المتظاهرين، بينما أصيب صحفيان بقنابل الغاز مباشرة أثناء تغطيتهما شرقية جباليا. وقد استنكرت كتلة الصحافي الفلسطيني الاستهداف المباشر للصحفيين، ودعت المؤسسات الحقوقية الدولية إلى حماية الزملاء الصحفيين. نقل موقع إلاف عن مسؤول في مكتب نتنياهو قوله أن السعودية أبلغت الإدارة الأمريكية وقف أي مباحثات تتعلق بالتطبيع مع إسرائيل بسبب تعنت حكومة نتنياهو. وأشار المسؤول إلى أن معارضة حكومة نتنياهو أي لفتة تجاه الفلسطينيين تعني نسف أي إمكانية للتقارب معهم وبالتالي مع السعوديين. وأضاف الموقع نقلا عن مصادر أمريكية أن السعودية أدخلت الفلسطينيين إلى المباحثات بشكل ذكي كي يكون لها القرار في شكل الاتفاق مع الإسرائيليين وموعده وترسيم حدود دولتهم المستقلة من دون تدخل من الخارج ومن غير فرضه إسرائيلية. ارتفعت حصيلة ضحايا فيضانات مدينة درنا في شرق ليبيا إلى 11,300 وفاة وفق حصيلة أعلنتها الأمم المتحدة في وقت قال الهلال الأحمر الليبي أن هذه الحصيلة غير دقيقة. وبحسب مكتب المنظمة للشؤون الإنسانية فإن أكثر من 10,000 ما زالوا في عداد المفقودين في المدينة المنكوبة. وأضاف أن عدد الوفيات في المدن الأخرى التي ضربها الإعصار وصل إلى 170. الحمد لله ربك صبرنا، الحمد لله الحمد لله قاعدين تو احنا هنا في المنطقه دي بتاعتنا ننظفوا فيها ونحولوا الميه من البدرين ناكدوا على المفقودين. الحمد لله نطمن على الوضع الحي، احنا ما طلعتش انا. لماذا؟ والله ما نقدر نسيب حوشنا انا. والله ما معروف شيء، كلامك نسمع في كلام سهارك في جيني يطمنوا فينا، واحد جيني يقول لك تبي تخلي المدينة، واحد يقول لك خلي المدينة مشكلة ضيلة مية فيش وسائل.
هذا وقد استقبل وفد وزاري ليبي تقدمه وزير الخارجية وفدا من العراق يحمل مساعدات بطائرتين على متنها مواد إغاثية. وكانت هيئة الحشد الشعبي قد سارعت إلى إرسال المساعدات. وأكد وزير الاستثمار الليبي للميادين أن ما تعيشه ليبيا أزمة إنسانية وكارثية، وجدد الشكر لكل من يساعد بلاده وللحشد الشعبي. بفضل وجود الأشقاء والأحباب والإخوة حولنا حاولت تنسينا آلامنا، يعني نحن كل يوم نستقبل في طائرات للإغاثة بقدر ما نحن متألمين، ولكن عندما نشوف وجوه جديدة وننظر لوجوه من أخوتنا في بعض الدول العربية فنرتاح نفسيا. أنا أجدد شكري لكم جميعا دون استثناء، وكذلك أجدد شكري للحشد الشعبي. الأزمات تمتحن الدول وتمتحن الحكومات وتمتحن الشعوب. الشعب العراقي كما كان وكما نعرف وكما عهدناه، هذا الشعب الأصيل موجود اليوم معنا ويشاركنا الأتراح، ونريد إن شاء الله احنا في المستقبل نشاركه كما شاركنا الحزن، نريد أن نشاركه غدا في الأفراح. بدأ الجسر الجوي منذ أن هذا الصباح بدأت الطائرة الأولى وهذه الطائرة الثانية، وإن شاء الله نحن مستمرين بالدعم اللوجستي مع الجهات المسؤولة في بغداد، وسوف نرى. الآن وقفنا مع أخواننا وأشقائنا في ليبيا، وقفنا على مستلزماتهم الرئيسية. أوصلنا كافة كلمات التعبير والتعاطف، تعاطف الشعب العراقي مع الشعب الليبي، وأوصلنا تحيات رئيس الوزراء بهذا الخصوص ورئيس هيئة الحشد الشعبي لاستمرار أيضا المساعدات في حال طلبها من الحكومة الليبية. حقيقة لا تزال المطالبات موجودة بخصوص فرق الإنقاذ. متواصلين بتقديم الثامنة، ولكن بعد فاصل قصير مشاهدينا تفضلوا رجاء بالبقاء معنا. أهلا بكم من جديد. اتهم وزير الخارجية الإيراني حسين أمين عبداللهيان أجهزة تجسس أجنبية بالسعي لإعادة الجماعات الإرهابية إلى شرق الفرات وأدلب للضغط على سوريا. وفي حديث لصحيفة الوفاق الإيرانية كشف عبداللهيان أن إيران اقترحت على سوريا وتركيا خطة عمل بشأن انسحاب القوات التركية من الأراضي السورية، موضحا أن الاقتراح ينص على التزام تركيا أولا بسحب قواتها العسكرية من الأراضي السورية والتزام سوريا تاليا بنشر قواتها على الحدود. ويقضي الاقتراح بأن تكون كل من إيران وروسيا ضامنة للطرفين. بالتزامن مع الذكرى الأولى لاندلاع أعمال الشغب في إيران عقب وفاة الشاب مهسا أميني، أعلنت السلطات الإيرانية عن اعتقال العديد من العناصر المخربة والمحرضة على أعمال الشغب في بعض مناطق البلاد. وقد أوقفت السلطات اليوم شحنة أسلحة أمريكية الصنع خلال محاولة إدخالها إلى إيران عبر الحدود المائية في الخليج. النيابة العامة في هرمز أعلنت توقيف الشحنة التي تضم معدات خاصة بأعمال الشغب وإثارة العنف، كما تم إيقاف شخصان خلال هذه العملية. بدورها أعلنت قيادة الشرطة في محافظة أذربيجان الشرقية في إيران اليوم إلقاء القبض على إرهابي كان بصدد تنفيذ عملية انتحارية في ميدان نماز تبريز ليلة أمس، مشيرة إلى أنها عثرت بحوزته على عدد من الكبسولات الغاز المعدة للتفجير بهدف إسقاط أكبر عدد من الضحايا. والآن سننتقل وإياكم إلى العاصمة الكوبية هافانا لمتابعة الأجواء بعد ختام قمة الدول 77 والصين، ومباشرة إلى الزميلة علا ملاح. مرحبا يا علا. شكرا لك رامية، وأهلا وسهلا بك أيضا. نحن الآن دعينا فقط قبل أن نبدأ هذه النافذة أن نقول نحن أين نحن تحديدا من أمام متحف
الثورة، وهو القصر الجمهوري السابق حتى ثورة 1959، تحول إلى متحف عام 1974. المتحف يروي تاريخ كوبا من الاستعمار الإسباني حتى الثورة، ويضم لوحات تكريمية لأبطال الثورة مثل كاسترو، غيفارا وكاميلو، إلى جانب زخرفات ولوحات لأشهر فناني كوبا. كما يعني يوجد أيضا في فنائه الخارجي قطع عسكرية استخدمت خلال الثورة، منها مدفع استخدمه فيدال كاسترو للتصدي للغزو الأمريكي في خليج الخنازير. كما يعرض قارب جرانما الشهير المركب الذي نقل كاسترو والثوار من المكسيك إلى كوبا، والآن إلى نافذتنا. إذن اختتمت مجموعة الدول 77 والصين قمتها في كوبا باعتماد وثيقة هافانا التي شددت على الحاجة الملحة لتغيير النظام العالمي لتبعاته السلبية على الدول الناشئة. عروة محمود والتفاصيل. عند وثيقة هافانا التقت الدول النامية. تغيير النظام العالمي ولا سيما الاقتصادي منه بات ضرورة ملحة بسبب تبعاته السلبية الشديدة على الدول الناشئة، إضافة إلى استمرار سياسة العقوبات الأحادية. إعلان صدقته مجموعة 77 مع الصين، أي ما يوازي 80% من دول العالم. هكذا لم تعد هافانا بعد القمة عاصمة كوبا وحدها. لأيام قليلة كانت كوبا بكل فخر عاصمة لعالم الجنوب. هذه المساحة من العالم التي يعيش فيها من يدافعون عن أولئك الذين يعطون الكثير ويتلقون القليل من الثروات والموارد. أشكر بكل عمق أولئك الذين رفضوا كل أنواع الحصار المفروضة على بلادنا ودعمهم للشعب الكوبي. على مدى يومين استحضرت كوبا في القمة كل رموز ثورتها، من بقي منهم ومن رحل. أرادت هافانا إطلاق هدف استراتيجي هو الرهان على تحويل المجموعة إلى كتلة متحدة، إلى جانب حق الدول في المساواة بالتنمية والتقدم العلمي. القمة في هافانا ناجحة للغاية والتاريخية. رضونا عن المشاركة الواسعة لأعضاء المجموعة، يمكن أن نصفها بأنها قمة الوحدة، وبعدها ستخرج بلدان المجموعة أكثر اتحادا وقوة وأكثر استعدادا لمواجهة التحديات الدولية. من كوبا ستنطلق الوفود إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقد يكون صوت مجموعة 77 مع الصين في المنظمة الدولية صار أقوى بعد قمة هافانا ووثيقتها. في ظل الأزمات الدولية الحالية يزداد التنافس على استمالة الدول النامية، ما يعني أن مغريات كثيرة ستقدم إليها لضمان دعمها. هنا سيكون تطبيق إعلان هافانا المنعرج في ولادة كتلة عالم الجنوب من عدمها. عروة محمود، هافانا، الميادين. ويبقى معنا زميل عروة محمود. عروة، بداية بدي أقول لك يعطيك ألف عافية على كل شيء كنت عم تعمله أثناء هذه التغطية. الجندي المجهول ليس فقط على الشاشة إنما خلف الشاشة أيضا، هذا بداية. ثانيا، أود أن أعرف منك على الصعيد الشخصي، بماذا اختلف تخطيطك لقمة هافانا في كوبا عن أي شيء كنت تنقل لنا أو تغطيه للميادين؟ في الحقيقة زميلة علا، في كوبا منذ زمن كبير لم تشهد كوبا حدث سياسي بهذا الحجم. بكل تأكيد كان هناك كمية كبيرة من العمل أمام الشاشة وكما تفضلت خلف الكواليس، ولكن الشيء المهم والدافع الكبير الذي دعانا جميعا كفريق عمل هو حبنا لكوبا، وكان دافع للعمل لإظهار صورة كوبا الحقيقية إلى العالم. ما شاهدناه خلال هذه القمة وخلال هذا التنظيم، كان هناك تنظيم كبير جدا من قبل السلطات الكوبية لإنجاح هذه القمة. وكما نعرف جميعا أن كوبا بلد محاصر، كوبا بلد لديها ضعف في القدرات والإمكانيات، وعلى الرغم من هذا جميع الصحفيين
نحن وجميع وسائل الإعلام شاهدت كيف استطاعت كوبا التغلب على العقوبات، وكان هناك مركز صحفي كبير قادر على استقبال العديد من وسائل الإعلام العالمية، مجهز بكافة التجهيزات لنقل القمة بأفضل أحوالها. بكل تأكيد هذه القمة تختلف عن قمم أخرى لأنها كانت تجمع أكثر من 100 بلد. نحن تستطيعون أن تتخيلون وجود وفود من أكثر من 100 بلد بالإضافة إلى الوفود الصحفية. الدولة الكوبية كانت منشغلة في بالوفود الرسمية، ولكن في نفس الوقت نحن كصحفيين في هافانا نغطي هذه القمة. كان هناك أيضا اهتماما كبيرا، وهذا ظهر جليا في جميع التغطيات التي قمنا فيها خلال الأيام السابقة التي سبقت القمة وخلال القمة واليوم بعد يوم من انتهاء هذه القمة. كل الشكر لك زميل عروة محمود على هذه المداخلة، واسمح لي أمام الجميع أن أشكرك على كل شيء كنت تقدمه لنا. أيضا أود أن أستقبل معي هنا منتج هذه التغطية زميل حسن حجازي وموفد الميادين إلى هافانا، يعطيك ألف ألف عافية حسن. اسمح لي أيضا أن أقول لك شكرا على كل شيء، على مساندتك في كل المجالات يعني، وتحديدا لي أنا شخصيا، وتحية للأبطال اللي معنا خلف الكاميرا، رشاد بمجير صوت وإلي فضول. أعود إليك حسن أيضا كمنتج لهذه التغطية اليوم. نحن لا نغطي فقط كنا كوبا كدعوة لهذه القمة وأتينا كأي شيء ننقله يعني بشكل مهني بحت، كان في أكثر من ذلك. أخبرنا عن هذه التجربة وروحيتك اللي كنت تغطي فيها أو يعني تكتب فيها ما يجب أن يكون في هذه التغطية. نعم علاء، إضافة طبعا إلى الطقس الحار مع اللباس الرسمي، علاء كثير من الأمور تميز هذه التغطية. قمة تجمع الدول النامية، هي قمة ليست حديثة النشأة بطبيعة الحال، ذكرنا كثيرا أنها منذ الستينيات أنشئت، ولكن اليوم يعود الحديث كثيرا عن تقسيم بين عالم شمال وعالم جنوب، وتعود أهمية دول عالم الجنوب والتعاون جنوب جنوب، والسياسة التحريرية للميادين يعني تدعم هذا النهج، تدعم دول الجنوب كوبا وفنزويلا ودول الشرق الأوسط النامية. دول النامية ليس بالضرورة أن تكون دول فقيرة جدا أو دول معدنة، هي دول نامية دول ناشئة، ولكن هناك معوقات كما ذكر البيان الختامي تمنعها من التطور، تمنعها من النمو، وهو منها النظام المالي العالمي الجديد. هذه التغطية من ضمن إعداد هذه التغطية تتيح التعرف أكثر إلى هذه الدول، إلى ثقافات هذه الدول، إلى مقدرات هذه الدول وثرواتها التي لا تستطيع استغلالها، لا تستطيع التحكم بها بسبب كما تقول هذه الدول، بسبب الهيمنة الخارجية، بسبب سياسات النظام الدولي الجديد، وبسبب المالي الحالي، وبسبب أيضا سياسات العقوبات المفروضة على كثير من الدول النامية. سمحت لنا هذه التغطية بالإطلاع أكثر على هذه الدول، ستسمح ربما تغطيات أخرى بالإضاءة أكثر عليها، وهذه الدول فعلا بحاجة إلى مواكبة أكثر، إلى الإضاءة على قدراتها والإضاءة على ثقافات وشعوبها أيضا. ندعو الجميع لزيارتها لأن الواقع على الأرض، وعندما تكون على الأرض سواء هذا ينعكس بطبيعة عملك وطريقة عملك، نسمع عن كوبا، نسمع عن الحصار بكوبا، لكن أن تأتي وتعمل على أرض الواقع هذا مختلف يعني بشكل آخر كليا. كل الشكر لك زميل حسن حجازي موفد ما راح أطول عليك أكثر، شكرا جزيلا لك كواليس هذه التغطية. مشاهدينا هذه كانت آخر تغطية لنا من كوبا هافانا، وسعدت على الصعيد الشخصي أن أكون في هذا البلد الرائع بشعبه وكل شيء فيه حقيقة. إلي فضول نائب مدير العمليات، رشاد بومجير في قسم الصوت، وزميل حسن حجازي منتج هذه التغطية، وموفدنا أيضا إلى هنا. كل التحية مني لكم مشاهدينا في كل بقاع العالم، أمريكا اللاتينية دولنا وكل بقاع العالم، شكرا دائما لطيب المتابعة وإلى اللقاء. عودة إليك رامية.
شكرا جزيلا لك علا ولكل فريق الميادين وعلى هذه الفسحة من جديد على أمريكا اللاتينية خصوصا من كوبا. بعد نصل إلى ختام الثامنة دائما للمزيد من الأخبار والتقارير إضافة إلى مواكبة البث الحي للميادين، تفضلوا بزيارة موقعنا على الإنترنت الميادين.net باللغة العربية إضافة لموقع الميادين باللغات الإنجليزية وموقع الميادين باللغات الإسبانية وصفحات الميادين على مواقع التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.